نجوع نجوع. اعملوا هيك. طولي بالك طولي بالك استهدي بالله. بدي اشوفه اودعه. ما في قوه في العالم تمنعني اني اودع جوزي ابو بنتي. بدي اودعه اقول له الله معك استاذ غياث بس. ايه ايه طولي بالك طولي بالك. المنظر بشع كثير. انا امبارح شفته وما حسنت نام طول الليل. هذا جابر شو من كان هذا احلى زلم في العالم. بس بدي اشوفه بس بدي اشوفه اقول له الله معك بس. خليه يروح تنام سلام. هذا الحكي بوجعه. لا لا بتوجع اكثر زي ما ودعته. من شاء الله خلوني ادخل. استهدي بالله وصلي على النبي. ما حدا رح يشوفه. يلا شباب احملوا التابوت خلينا نروح على الجامع. يلا ما حضرته بدي اشوفه. عمل لك ما حدا رح يشوفه. يعني ما حدا رح يشوفه. يعني انت بيهون عليك انه اختنا تشوف هيك منظر يضل علقان بذاكرتها طول العمر. يلا شباب جيبوا التابوت. يلا نجوى 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 نجوى. اذا ما بشوف جابر بودعه من ما يطلع. بدو الحالو قدامكم سبعين. يا نجوى اتقي الله حاجه. انتو اللي حاج انتو اللي انتو والله فيني. ما بنكفي كسرت بجوزي. بدي اشوفه وادعو الله معك. يا نجوى يا حبيبة قلبي شو الفايدة ان تشوفيه؟ يعني انت هلا اذا بدك تشوفيه بدك تشوفي جابر ضعيف. انا بدي اياه يضل بذاكرتك جابر القوي الواقف على رجليه. بكفي عاد بكفي. عشنا كل عمر وانا عم بستنى نقوى عشان نصير بني ادمين زي كل الناس. نبطل خاف من اشي. خوف من الجوع وخوف من الشارع وخوف من الناس. انا ما بدي اتذكر جابر القوي. ما بدي بدي اتذكر جابر الضعيف اللي بجبالي. والله يمد العالي زي ما شفته. والله يمد العالي زي ما شفته. خلاص 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 خلاص. لا لا ما بصدق. لا هاد جوا من جابر. يا نجوى الله يرضى عليك تهدي حالك. بقول لك هاد من جابر. بدي جوزي عالم. بدي جوزي ناس. مرت عمي. هاد جوا من جابر. جابر مش هيك. جابر وجهه ابيض منور زي القمر. هاد جوا وجهه اصفر وجسمه مبارد زي الثلج. جابر مش هيك يا مرت عمي مش هيك. يا نجوى يا نجوى حاجة تعزمينا وتعزمي حالك لك خلاص. شو اللي خلاص يا مرت عمي؟ شو اللي خلاص؟ اتركوني يا ودع بطريقتي. ما عاد فيكم حاسس فيي. ما عاد فيكم حاسس فيي. بالعكس يا نجوى كلياتنا حاسين فيكي. لا ما عاد فيكم بيستعير حزن حدا عشان يحزن فيك. سامعين؟ قلت لك انك ما لازم تشوفي. انت ما سمعتي كلمتي. لا كان لازم اشوف. كان لازم اشوف. وانا رح اروح ادفنه بايدي ورح اروح قبلكم كلكم على المقبره. لانه هذا اللي جوا مش جابر جوزي ولا جابر حبيبي. سامعين؟ هيني رايحه قبلكم كلكم. كلكم رايحه قبلكم. يلا شباب يلا هاتوا كيفك جابر؟ استاذ غياث كيفك؟ تمام. شو وين الشباب؟ الشباب فوق عم يرتبوا الخزاين. ايه ماشي الحال. طمني ان شاء الله عجبتك الفيلا. ممتاز الفيلا. طمني شو في اخبار؟ اخبار شو؟ لا تقعد تشتغل فيني استاذ غياث. لك لا ما بشتغل فيك. في كذا موضوع. اللي بشو بدك نبلش؟ المساكن. المساكن يا سيدي لو كنت متفرج على التلفزيون ما كنت سالتني. شو في بالتلفزيون؟ هلا في موضوع اهم من موضوع المساكن بدي احكي معك فيه. تعال استاذ غياث. ما في اهم من موضوع المساكن. شو في مرتك؟ وقت اجينا بدنا نطالع التابوت سحبت سكين وهددت تذبح حالها اذا ما بتشوفك. ايه شو ايه اضطريت احكي لها. شو حكيت لها القصه؟ لك ايه ما كان في قدامي حل تاني.
لك شو يعني ما كان في قدامك حل تاني؟ حكيت له القصة يعني كل شيء عملناه راح بالأرض. طول طول بالك، لا تعلي صوتك، ما بدي حدا يسمعنا. لك يا سيدي خليني أعلي صوتي والعالم تسمع، يعني ليش كل هالسرية إذا فأست القصة؟ لك لا فأست ولا شيء، طول بالك شبك يا زلمة، أنا خايف على القصة أكثر ما أنا خايف عليها أنت مليون مرة، وحاططها ببب وعيني مشان ما حدا يكشفها، فروق خلينا نتفاهم. مرتك حدا بيحبك فوق العادة. أنا كنت متخيل إنه تقاتل حتى تشوفك، بس ما كنت متصور ولا متخيل إنه توصل لتسحب سكين. كان في قدامي حل من اثنين، يا بخبرها بالقصة كلياتها وأنا متأكد إنه رح تحميك أكثر ما أنا بحميك مليون مرة، لأنه وحدة بتتصرف هيك مستحيل تقدر باللي بتحبه، يا أما كنا مننكشف وساعتها بيصير الموضوع حله صعب كتير كتير. بس الحمد لله اللي اخترت الحل الأولاني. ما بتصدق لما طلعت من الغرفة وعم تمثل إنه شافتك. يا محمد أقسم بالله العظيم غرغرت الدمعة بعيني على الموقف اللي ساوته. لك أنا صدقتها، فكيف اللي قاعدين؟ يعني ما ضل غير نهلة؟ نهلة؟ نهلة لا. ليش لا؟ مشان يضل قلبه محروق؟ لك يا حبيب قلبي أنا بدي ضل محافظ على جو العيلة، بدي الكآبة والحزن. بعدين أنا قلت من نجوى إنه ما تخبر أمك، لأنه إذا دريت أمك بدها تشوفك، وإذا بدها تشوفك بصير في خطر على حياتك، وهي وعدتني إنه ما تحكي مهما صار. أبو سليمان لا تقعد تلعيلي قلبي، اسمع شو عم قلك بتنفذ بالحرف. الله يخليك ما بتخبر الأستاذ قياس، بتخبره بعد ما أوصل، ورحمة أبي إذا بدري أنك مخبره قبل ما أوصل لحتى أعمل لك فيلم طويل على اللغة. عم تسمع؟ ماشي، ساعتين وبتخبره. يلا سلام. شبك طاير شو أعمى؟ لا تواخذني والله ما بعرف إنه في حاجزه. ما بتعرف؟ منيح ما قوصناك. هات هويتك لشوف. لعند مين جاي هون؟ جاي زور رفيقي والله. مين رفيقك؟ شو بيشتغل؟ اسمه عماد رفيقي. عماد شو؟ والله ما خطر لي ولا مرة أسأله شو كنيته، بس عماد يعني. جاي لعنده ما بتعرف كنيته وشو بيشتغل؟ الله وكيلك أنا ما خطر لي ولا مرة أسأله شو كنيته، أنا بصلح عنده السيارة يعني ما خطر لي أسأله شو كنيته. أنت شو بتشتغل؟ أنا رجل أعمال. طيب دور سيارتك وارجع لمحل ما جيت. بس فيني أفهم شو القصة شو صاير هون؟ ممنوع الفوت لهون. يعني بس هيك إذا بتشرح لي أنه دور سيارتك وارجع وبس.
سيادتك ما بتعرف مين هذا رؤوف. وقت سمعت انه بده يطلع من السجن بعد كل شي عمله، حسيت انه التقارير اللي انحطت على طاولتكم مو دقيقة، فقلت لازم اتشرف بمقابلتكم ووضح بعض النقاط. تفضل. سيدي، رؤوف اخطر مما بتتصور بكتير، شخص انتقامي بطريقة مخيفة، مجرم، حقود، اسود من الداخل، ما في جواته ولا مساحة صغيرة من البياض. وبلشت سماته تظهر بتشويه مرته وحبس أهلها وقتل أبوها، وبعدين يا سيدي عم يتعامل مع جهات هدف الرئيسي تخرب البلد. وآخر شي عمله هو وأحد من عناصره، قتلوا السيد صهيب يلي عملنا عليه إنزال بالفندق، وأنا قدمت تقرير بهي الواقعة. عندي فكرة، إذا بتسمح لي يا سيدي كون شوي وقح معك وأسأل. هيك واحد شلون بيطلع من السجن؟